نظرا للإقبال غير المسبوق في اختبارات محافظة القاهرة وحضور أعداد كبيرة من غير المسجلين على الموقع الإلكتروني من مختلف محافظات الجمهورية، وحرصا على سلامة الجميع ومنح الفرصة لكل المتقدمين بكل نزاهة وحيادية، أعلنت إدارة برنامج كابيتانو مصر عن الاكتفاء اليوم بالعدد المتقدم في اختبارات مركز شباب الجزيرة، مشيرة إلى أن الاختبارات مستمرة ومفتوحة على مدار الأيام المقبلة حتى الانتهاء من اختبارات جميع الأعداد المتقدمة من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 6 مساء، وذلك في الأماكن والمواعيد المحددة. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور عثمان إبراهيم الناقد الرياضي. دكتور أهلا بحضرتك. نجاح كبير حققه فعليا برنامج كابيتانو، إقبال كبير من الجمهور المصري من الأولاد الذين شاركوا فعليا في هذه المسابقات. دعنا نرصد مع حضرتك في البداية ما حققه البرنامج في الموسم الأول. اعتقد برنامج كابيتانو مصر فعلا يستحق ان يطلق عليه لقب مشروع وليس فقط برنامج، لان بصراحه منتشر من حضرتك الجمهوريه كلها من اسكندريه لحد اسوان، يعني انتشر في كل المحافظات، وواضح ان الاقبال الشديد مش السنه دي بس، من السنه اللي فاتت كان معانا مواليد 2008، والسنه دي بيستكمل النجاحات اللي حصلت في الموسم اللي فات. واعتقد الاقبال الغير طبيعي والاعلان اللي حضرتك بتسال عنه، مسؤول الاعلان العاجل من المشروع عن الامتداد او تمديد الاختبارات في القاهره بسبب الاقبال الغير طبيعي، اعتقد ان الاقبال الغير مسبوق ده مؤشر جيد جدا ان الناس شايفه ان هو مشروع حقيقي وله صدى على ارض الواقع، وبالتالي بيروحوا باولادهم عشان عندهم حلم يكونوا لاعبي كره قدم. طبعا من ضمن شروط هذا المشروع ان بيكون الولد المتقدم مش موجود في اي نادي ولا مركز شباب، وبالتالي بيدي فرصه لكل الاولاد اللي بيحبوا كره القدم ممكن يمارسوها بشكل طبيعي، سواء بقى في نادي لو مشتركين او حتى في الشوارع بشكل عادي، زي ما احنا كنا بنشوف زمان اللعب في الشوارع والحارات المصريه، واللي طلعت لنا مواهب كبيره جدا جدا. اعتقد مشروع كابيتانو مصر نافذه مهمه لكل الناس اللي نفسها الولاد يكونوا لعيبه كوره، ومشروع لعيبه كره قدم. يمكن السنه دي مخصص طبعا لمواليد 2009، وكان المفروض محافظه القاهره تكون في اختبارات النهارده وبكره، لكن طبعا ساعات وصل شويه اقبال غير طبيعي خلى الاختبارات زودوا 6 ايام كامله سواء في مركز شباب الجزيره او 8 ايام كامله في مركز شباب الجزيره، وبعد كده ان شاء الله في مركز شباب التجمع الاول. اعتقد تحرك مهم جدا جدا من اداره المشروع عشان الفتره اللي جايه، عشان تبقى في تغطيه زي كده نزاهه وشفافيه لكل اللي داخلين وكل المتقدمين، يبقى ياخدوا الفرصه كامله، وان شاء الله نكتشف مواهب جديده من خلال مشروع كابيتانو مصر الخاص بمواليد 2009. شكرا جزيلا دكتور عثمان إبراهيم الناقد الرياضي.